بتشتغل وانت سارح يا عسكري. الله يقرفك. شوف عملك توديك في داهية يا لؤ. حاضر يا فندم. اركب انا هفرقك يا طور. سامحوا النبي يا شويش عطية. لم ممكن أسمحه أبداً أبداً. يا شويش أنت تعرف أنني لا أحب إلا الحق ولا أقول غير الحق. رجب لم يتخلص نهائياً من ركوب الهواء، وعندما سمع الصفارة نط وفط وقفز وحدثت الفاجعة التي لطخت وجهكم الكريم. يا جدع أنا ما بفهمش كلامك، اسكت أنت. يا لك من شنقيط. شنقيط؟ شنقيط يعني يا منير؟ أيوة شنقيط. قصده يقول لك يعني إن الجردل وقع منه غصب عنه. غصب عنه بكيف، واسمه إهمال، والإهمال في العسكرية يضيع أرواح ولا بد من جزاته. اغفر له يا شويش، لقد حصل اليوم على تصريح كي يتأهل. يتأهل؟ يتأهل يعني خد أجازة عشان يتجوز. يتجوز؟ طب ما دام هيتجوز مفيش داعي للجزاء. تعجبك؟ كل من ناحيتك يعجبني، الحلو عمره ما يجيب حاجة وحشة. أنا اديت الرسم للسيد أرمالي في شارع شريف، خدت صورة من مجلة فرنجي. رخرة ضيعها يرد الروم. كله عشان خاطر نادية. يا فين عشان نقدمولها الشبكة؟ روح عنده نادية يا معلم. همة يا معلم. أنا جاهزة وجاية معاك. الأمر صاحب الأمر يا بنتي. أيوه نورت يا عروسة. مبروك يا عروستنا. تركي غربان من شان مشتريات حاجات محتاجه. قول لهم انا تحت امرهم ومستعد لكل طلباتهم، بس زي النهارده كاتب الكتاب. الله، ايه الهيصه دي؟ انتوا عندكم انتخابات النهارده؟ انت مخك راح لفين؟ دي خطوبه عقبال عندك. طب ما هو عندي. عقبال عباس الزفر. ما هي خطوبه المعلم عباس الزفر. بس الزفر؟ ايوه. يلزم كمان شيشات مكسام كهرباء. امان مساء الخير يا رجب. مساء الخير يا عم. انت جيت امتى؟ من ساعة ما لبستوها الشبكة. انا مش عاوز اكون صغير في عينك يا رجب، ومش عاوزك تظلمها هي اخرى. على العموم مبروك يا عم. نادية ضحت بنفسها عشاني، عشان ما ننزلش لعباس اللي حجز على عفشي وكان عاوز يعمل لنا فضيحة في وسط الخلق. مصدقك يا عم، انا اتمنى لها السعادة من كل قلبي، وربنا يجعل لها في كل خطوة فرحة. وانت يا ابني؟ انا ليه ربنا والبحر يعني.
لا سرتها ما تلزمنيش. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، فإذا لم يكن ما تريد فارض بما هو كائن، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والدنيا مليانة حاجات حلوة، الطويلة والقصيرة، السمرة والشقرة، الرفيعة والتخينة، ده أنا بكرة هيصك. أنا مش عاوز تهيصنا ولا حاجة، أنا عاوز نادية. وما السبب في فشل هذه الزيجة المباركة؟ الدين، عم 350 جنيه من عريس الغبر الله يخرب بيته. قبح الدين، إنه هم بالليل ومذلة بالنهار. يا شيخ دي بسيطة خالص، 150 جنيه، ومادام الحكاية لسه خطبة ولا تحمل هم. ما حملته يا منير واللي كان. من هنا لغايه ما نرجع من ضرب النار هكون شفت لك حل. ومتى نرحل لضرب النار؟ بكره الصبح. يلا بينا. مولى المقدم، بطيئا للامام مكنه يسار. بطيئا للامام مكنه يسار. تجربة نوبة غرق. مش أحسن دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير. تاخد بكرة كمان راحة وبعدين؟ لا
انا عاوز احضر بكره ضرب النار. عاوز ارجع لك دوار البحر. انا خلاص، انا ما بخافش من البحر، انا بحب البحر. يا رجب عشان ايه؟ عشان ايه؟ من تقاليد البحرية يا رجب ان يعمل يا نصيب بعد ضرب النار يشترك فيه كل فرد بالمركب. يا سيدي انا مستعفى عن اللوترية دي. لا تركب رأسك، ادفع بالتي هي احسن. لا ثم لا فلا. يمكن تكسب يا رجب، جرب حظك. ما انا جربت وعرفت يا منير. طيب انا هسلفك الجنيه وتبقى تدفعه لي بعدين. مش دافع. سعيد الحظ بعد ثانية واحدة هيكسب 150 جنيه. تحبوا مين يسحب القرعة؟ رجب. تعال يا رجب، بسحب ورقة من دول. سحبنا يا فندم. رجب شعبان رمضان. دفعنا لك انا وعبد البر. ايدك بقى على الجنيه يا حلو. الله. كل الورق مكتوب عليه اسمي، كل ده علشان المهم الفلوس اهي. وادي كمان تصريح بيومين يعني تقدر تروح تتجوز. يلا بقى يا حلو، يلا. هيا هيا. Thank you.
للعروسة ولك، لكن وخلق الخلق الولد ده ما يزود بكلمة تانية لكم بريء من دمه. رجب يا ابني، كلمة واحدة ما فيش غيرها. 150 جنيه اللي بعت له بنتك بيها اهي، بس ما تكتبش الكتاب اهي اهي. فلوس فلوس تطلع المهر يا سبع البرومبا وتيجي تكتب الكتاب بدالي. راجل، ما تجيبلي الفلوس من ابن اخوك يا معلم حنفي. هاتلي منه 150 جنيه. خرس ليه اللي كان جاي يعمل له غاغه؟ كسبتنا وعزتنا، ده هيتعرك يا بعيد. دق يا مزيكا حزيني. وصلوك يا سراجب؟ وصلوك اي واحد؟ بعربية المعلم عباس. وماله؟ انا اولى بالحسنة من غيري، وكان المعلم ولا نسأله في امه ونفسي نحرق دمه. اطلع. متشكر قوي يا ابو علي. العفو. وصلوك على فين بقى؟ علمينا بس بسرعة. احنا حاضر.